والله شوف، اولا قبل كل شيء انا لا اشكك ابدا في نزاهه اي حكم سواء سعودي او غير سعودي، ولا اشكك حقيقه بذممهم او اقول انهم متعمدين، لكن هناك يمكن حكم ما عنده الثقه في نفسه، ما هو جريء، حكم خواف اقولها بكل صراحه، تمام، وحكم لا شجاع ويقدر يقرر القرار الصحيح. المشروع التحكيم السعودي حقيقه والاخطار الفادحه على فكره ترى شفناها حتى من حكام اجانب، ونتذكر يعني حكام اجانب يعني دوليين جو هنا وخبصوا وطلع كلام شنيع يعني بس الحكم اسمع بس الحكم الاجنبي اللي غلط تقدر انت ما تجيبه. خليني بقول هذا قاعد في وجهي. خليني بقول لك شيء، انا اشدت في مشروع الحكم السعودي في قرارهم إعادة الحكم السعودي للملاعب، لأنه لا يمكن تطور الدوري السعودي لوحده فقط من خلال جلب اللاعبين الأجانب، تجيب لك 7 لاعبين أجانب، لا، فيه هي منظومة كاملة لكرة القدم، يعني أنت لازم تطور الحكم السعودي، ولازم تهتم بالفئات السنية وتطلع لاعبين سعوديين، ولازم تهتم في المدربين الوطنيين أيضا وتطور فيهم، فهي لازم كل الأجزاء تأخذها. المشروع أشد فيه بشكل كبير، لكن أنا أقول لك إياها بأمانة، إدارة المشروع أبدا لم تكن ناجحة جدا لسبب واحد، مع هالأخطاء وأنا قلت لك إياها لا أشكك أبدا في نزاهة الحكام مهما كان الأخطاء فادحة، لكن يا أخي أنت عاقبهم. أنا ضد أيضا أنك مثلا تطلع وتبرر كل مباراة، أو أنك تطلع حتى وتعترف كل مباراة، لا، أنت خلاص عندك لابد يكون عندك مبدأ ثواب وعقاب، عندك مشروع تطوير الحكم السعودي خلاص فيه أيضا أساسيات في هالمشروع، عندي والله مبدأ ثواب وعقاب، هذا الحكم عنده خطأ فادح وأخطاء فادحة أجي أواجهه بأخطائه أقول له معليش أنت طلعت للفار وشفت اللقطات واضحة عيانا بيانا وما قدرت تتخذ القرار واتخذت قرار خطأ، أخذه وحطه على جنب، أركنه على جنب لحد ما يتطور. حكم والله ناجح، وترى على فكرة شفنا حالات يعني أشدنا فيها كثير، شفنا يعني قرارات صحيحة يلغي لك مثلا بلنتي ويرجع لك اللقطة قبله صح ولا لا، في خطأ أشدنا فيها. حكم جيد خليه يستمر معك، مو مشكلة على فكرة، ترى لو ما يبقى معي إلا 3 هالموسم 4 حكام سعوديين فقط يكملون مع الحكام الأجانب ويستمر المشروع التطوير صح ولا لا، يعني الحكام حتى اللي استبعدتهم غيرهم من حكام جدد يستمر مشروع التطوير، بس أنت لازم يكون عندك آلية أيضا للتطوير، مو مسألة أنه أنا أجي أحطهم وأتركهم أيضا بهالشكل، أنت لازم تعاقبهم ولازم تكافئهم. الحكم الجيد لازم تعطيه مباريات أكثر، الحكم طول عمر السيء لازم تواجهه بأخطائه وتستبعده حقيقة. خليني في النهاية أصفى على 3-4 يحكمون مع الحكم المجارب، احنا عندنا الحكم السعودي، وهذه اللي قلت لك الفرق بين الحكم الأجنبي، وشفنا أخطاء فادحة من الحكم الأجنبي، الحكم السعودي فقدت الثقة فيه من زمان هنا، والجميع اتفقوا الأندية كلها ما عاد تبيهم، وصار خلاص دورينا السعودي جالس موسمين بدون حكم سعودي ما نشوفه أبدا، وهذا مو بصحيح، لكن كانت الاتحادات تساير رغبات الأندية دون أن يعني يواكب ذلك مشروع تطوير الحكم السعودي. الاتحاد هذا أشدنا فيه في هالمسألة أنه تطوير الحكم السعودي إعطاءه الثقة من جديد، لكن لازم يكون عندك آليات، لازم تعاقب وتكافئ، مو بلازم تبرر. أنا أقولها لك، لا تبرر أبدا لأخطائهم ولا تعترف حتى بأخطائهم، أنت عاقبهم، أنت لجنة حكام وخبراء تحكيم كلكم صح، أجي وناقشه في كل أخطاء وأقول له هذا خطأك وهذا خطأك وهذا خطأك، وأنت يعني حاكم يعني ثقتك مهزوزة، عندك مشكلة واستبعد، ما فيها مشكلة.